احتفالات يناير، المولد النبوي الشريف، السهرات الرمضانية وحفلات رأس السنة هي مواعيد فنية وأخرى ثقافية تنظم في كل مناسبة وطنية أو دينية من طرف الجمعيات الثقافية وبعض الهيئات والمؤسسات الفنية والثقافية. إنها تظاهرات مناسبتية تتخلل سباتها العميق ليبقى الفنان دون نشاطات والجمهور متعطش للمواعيد الفنية. لا احنا بعيدين كل البعد، في كثير من الأشياء لازم تتغير. بلد الجزائر بلد كبير بزاف وغني بثقافته وغني بتراثه، يعني نشوفه يعني مشاركة منعدمة. يعني إن شاء الله يولو كاين، إن شاء الله يولو كاين، راني متفائل إن شاء الله يولو كاين نشاطة ثقافية. في كل ولايات الوطن تتوفر عدة فضاءات، إلا أن ضعف البرمجة والاكتفاء فقط بالمناسبات أثر بشكل كبير على الفنان وعلى الجمهور الذي لا يجد متنفسا له. ياسر أثر على الفنان وعلى الشباب. ياسر الشاب كي ما يلقاش ولا الفنان كي ما يلقاش وين يخرج الطاقة تاعو هذيك مش راح يبرز. ماذا بينا يوفروا لنا في كل بلاصة، يوفروا لهم يوصلوا للوسائل. درك احنا ما كيما النشاطات هادو مش يكونوا في وقت محدد، راس العام ولا في المولد ولا بوكو بلوس كو سا. لازم بوكو بلوس كو سا. بارك الله هنا لي سال يفو جوست فير لي شوز بروفيسيونيلمون. لازم هاد الامور تندار بطريقه تخي بروفيسيونيل.